لا لا فكريا انا اعرف عدو الله. هذه عام تحولت التسمية ديال الروم التسمية لعدو الله، راه بعتها له بالفلوس. واش انا غلط ولا ماشي غلط؟ ايوا ما نعرف عاوتاني الفلوس بيوع الروم بيوع. حتى مثلا كدير واحد الروم كتخدمها، وكتخدم القطيع، كتخدم لو تروبو، كتخدم التمنيك هذا الصوالح الايديولوجية، انسان ايديولوجي، ومراه كتبيعها. انا نظن بهذا الشيء اللي وقع. القضيه بانه قضيه تبيع وشراء. انا قلت ان بعض الظن يتم كما كتعرف. الشيطان قلتها لعدو الله، هذاك عدو الله لانه علاش شنو سميتو من قبل؟ ما كانش عدو الله، هو سميتو كان سميتو هذاك الزبي هذاك. المهم هو القضيه بيع وشراء. الغرفه انباعت بالفلوس. اوكي. يلا اخويا المعري، شكرا. المعري اسم على مسمى، معري، ويقول لك يعريك القضيه. واش عرفتي شنو هو ابو العلاء المعري؟ الا ما كنتيش لا انجابي وواحد الانسان فيلسوف وهذا، راه ما خصكش دير هذاك النكنيم لمجرد انك عريان. اوكي القضيه فيها بيع وشراء. المغاربة واش انا غادي تكفى عليا القضية ديال المغاربة؟ وكان ماشي هذوك خوينا، علاش خوينا حنا البلاد اصلا؟ واخويا النظرية ديال المؤامرة. شوف لك بالاله الذي لا يوجد. واخي المعلم بيع وشراء. وابو العلاء راه قال لك كما قال ابو بكر الصديق، نحن نحكم بالظاهر والله يعلم الصراحة. حنا داكشي اللي كيبان لي انسان لا ذكر واحد الانسان واحد الملكية ما جانا باعليها عشتانيها هذوك تكهونات من عندي. المهم شوف اخويا غادي نديرو واحد سيكون عندك واحد الفكرة قول واحد الفكرة واختم باش نطلعو الاستاذ والنبي. انا غادي نقول بان القضية فيها بيع وشراء، يعني بيع وشراء. عندك شي دليل على الهضره ديالك؟ عندك شي دليل؟ لا، انتم اللي كان غير تكهون هذا راه لا، الادميز ديال الغرفه انتم اللي غادي تشرحوا لنا. علاش الانشقاق؟ لا، انت على سلامتك. تزودوا قحبه كتحشم ما كترمش. كنت كنتصنت من التليفون كل مروم وكتتباع، كاينه في التاريخ شي رومات كيتباعوا. وانت المعري تزودوا قحبه، ترى بنادم راه مرا مسطي، وبنادم راه في صيفت بلاد. قال لي شي روم راه باع تم هند، كتصيب الرومات وكتبيعهم. واش هو اللي ود القحبة؟ كاين شي واحد هنا؟ وريني شي واحد يبيع لينا شي روم. الروم كتصيب وكتباع هيك ود القحبة. ما كتحشم، ما عندك الوجه علاش تحشم؟ ما عندكش الوجه علاش تحشم؟ أجيب فمك ولا هكا كركدو. الروم راه تباع ياك، الروم كلشي كيعرفها. الروم ديالي ميم با ما عاد شحال دوزون، ما عاد فاش تهكات وعطيتها العدو الله دارها في سميتو امام الملأ، وتاريخها معروف وكلشي كيعرفها. وطالع كيقول لهم لا راه هند باعتها للعدو. وشوف تقلب بنادم يا خويا، ايش هاد الزور والكذوب والنفاق والخداع، كيبرو السرقة. دابا عدو الله واش يقدر يطلع يدير مداخلة ويقول لهم راه عندنا الملك شفار؟ يقدر يقولها؟ واش يقدر يقول لك راه عندنا الفساد في المغرب؟ راه دار كارثة عظمى عدو الله. راه ما عارفش الخطورة اللي دار عدو الله. ما عارفش اش دار، شحال من واحد ساهم في الغرفة من
كان صيفطو لي في البوست ديالو وتا هو كيخلص ما كنكرش انا، انا انسانه ماشي جاحده، واش هذا كيخول لي انه يسرق غرفه عندها تاريخ؟ لا بقالي مخدومه، انا ما كنتش كنصحابه مخدومه من طرف وطيق ومن عدو، والله انا ما كنتش كنصحابه. حولو كيقول لي حيدتي، دابا بغى يكسب عزيز ودار لي داك الفلاش، حيدتي الادمينيه. وانا كنقول لعزيز لا راه يمكن خطأ ورك على واحد الكروه، حيت في الباج جديد كاينين واحد صغيرين وتحيدات لك. باك اليوم وصل، راه انا كندير الغرف انا نبنيهم، ما عنديش انا مشكل. انا شوف الانسان فين وصلت به الوقاحه، شوف فين وصلت به الوقاحه. دابا واش يطلع عاد والله يهضر على الفساد؟ لا واش يطلع يقدر مازال يقول راه عندنا الشفره في المغرب؟ ما عرفتش واش بيان غير كيسمعني ولا ما كيسمعنيش. واش يقدر يقول لك بغينا التغيير؟ اهلا بك اساطير. انا كنستغرب كيفاش واحد والليل يقول واحد كذا ديالي ورا طلعوا نساب ما كناش عارفين، طلع وعدو الله نساب. لا لا ماشي ما كناش عارفين هذيك اسرارها كتشوف هذاك الشيء ما كنهضروش عليه. هذا كله سمع على حسن. لا 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 ماني فيا، انا ما نتحقرش نو، انا مصدومه حيت عدو الله دار هذه الفعله. انا مصدومه حيت عدو الله، انا غرفه راه نجحها، راه من غدا الغرفه تطلع غيولي هما في خبر كان. نو نو ماشي هكا، انا ما رضيتهاش لعدو الله، انا ما بغيتهاش ليه، انا ما بغيتوش يكون هكا حقير، ما بغيتهاش ليه، انا ما رضيتهاش ليه. انا بقى فيا حيت ما يبقاش يقدر يقول راه المغرب فيه الشفره والفساد، ما غتبقاش تجي معاه، ما غتبقاش تجي معاه فين ما غيقول غيكتب لي واحد وانت راه شفرتي روم على بدا. كاينه ولا لا؟ فين ما غيختلف مع شي واحد غيقول لي سكت الشفار. بالعكس انا هو اللي بقى فيا. نعم تربية عزوز فعلا، الخيانة لا توصف. باغي السبة ما باغيش السبة، أنا ما أنا مصدومة منه، تصرفه هو اللي صدمني. أنا تصرفه صدمني، أنا ما بغيتهاش لي، ما حملتهاش أنا يطيح في هذا، باش أنه غيطلع دابا يبدا يهضر على الفساد، يقول لهم راه المغرب عندنا الشفارة. كيفاش غنقول لهم عندنا الشفاره؟ هو شفار والتاريخ كامل كيشهد، ولوك كيشهد، كيقول لهم انا شاهد 15 عام وهند، وكنت كنصبغ الرومات ما كيدخلوش لها صحاب المغاربه، الا ما صبغتيهاش ما يدخلش فيها شي واحد ما كاينش في اوروبا، ضروري خصو يكون في اوروبا ولا في امريكا. وكنا باش الروم يكونوا فيها الناس، وكانت غاليه الصباغه، كنا كنصبغوا 40 بيرسون ب 140 اورو. لا 100 ب 140 يمكن 40 ب 80 ولا 90 اورو بحال هذا الشكل، كنعقل ما كانش 250 ديك الساعه، 205 راه خصك تضربي في الصح عاد باش كنا كنصبغوها الا بغيتي ملي تبدا تكبر. عاد باش جا البارح وبدا كيقول لك راه كان البارح مع عزوز تالف، عاد باش دخل علمته حتى كيفاش يهضر مع الناس، ما يبقاش يسب. غريبة والله إلا غريبة، بقيت كنشوف أنا بنادم كيفاش ما بغيتيش العدو الله، على الأقل واخا يكون خصومة بشرف، بغيت تبقى على الأقل ذكرى زوينة. ما حملتوش يدير التصرف، كان قادر تصرف دنيء حقير منه، ما بغيتوش يديرو، صدقوني والله ما بغيتو يديرو. اش من 10 سنين، اش من 10 سنين الا كان هو كيخلص 10 سنين فلوس ديال نقولهم ديال امير وديال الادا وديال ال دي بي وديال فري، فين مشاو؟ فين كان كيمشيو؟ كان هو بحال البوطا فيلون، عرفتي شنو هو البوط؟
ما كانش انا ما كنحمش اللي صيفط ليا، كنا كيصيفطوا ليه. فهمتيني يا فيلو ولا ما فهمتيش؟ واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هما كيصيفطوا ليه مثلا اللي بغى يساهم، اي واحد ها هو الادا ولي كان كيصيف، ها هو كيخلص ماشي هادي ما كيخلصش. مثلا بقات شي حاجه كيكملها هو، وهو كيقولها كيقول لي راه انا زدت 60 ولا زدت انا 80. واحد المره قال لي لا راه ما زدتش راه بقات 300 شاطت. لا انا فيلو دابا يا واش بغيتي يجي يقول لك انا راه سرقتها هكا افينو؟ واش بغيتي يجي يقول لك لا راه سرقت الروم ما عجبتني وسرقتها؟ راه ضروري خصو يلقى شي حاجه، ضروري خصو يلقى شي تبرير. دابا كانوا كيصيفطوا ليه، كيصيفطوا ليه شحال واحد صيفط ليه ما بقى معنا، صيفطوا ليه هو كيصيفطوا ليه، يعني بحال الصندوق اللي كيقول لي شي واحد نخلص الروم كيقول لي سيروا عند عدو الله، وكلشي كان كيشهد على التاريخ. اه يخص عليهم، عيب عيب تكون سراق وتزيد تكون كذاب. كنت اي شي واحد كنقول لي راه عدو الله، اش كتعني عدو الله؟ عدو الله صيفطوا لي ويخلص صافي، هذا لا تعني انه 10 سنين خلص. غريب. تفضلوا مايك، تفضلوا نسمعوكم. عرفت بيان ليغ، بيان ليغ كاين بيدرو ما كاينش بيان ليغ. وي وي بيان ليغ، اسمح لي لا قاطعت بيان ليغ. نفرشوا كل تضامن اختي، اختي هند كل تضامن معك، راه قبيله راه قلت لك واخوانا جدوهم دروعا فكانوها ولكن للاعادي حسبتهم سهاما صائبات فكانوا. شوف انا بالعكس انا 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 كنحس بواحد الشرف انني شفليا كنحس به انني تسرقت الروم ديالي وقادره نبني روم اخرى او نساحب ونبقى نقول راه سرقوا عليا، ولكن عار على من اللي كيسرق الروم وكيكذب ويقول 10 سنين هو كيخلصها وكلشي كان كيصيفط ليه هو عباره عن صندوق وكلشي كيطبلو وكيعرفوا بان السرقه غتبقى وصمه عار. عندك تكلموا على الفساد في المغرب وتقولوا الملك راه شفار، انتوما شفاره وتبروا السرقه، وتبروا السرقه، تبروا شي حاجه ماشي ديالكم. والزمن كافي واللي عنده الصح يزيد، اللي عنده الصح غيزيد. هذه اللي غنقولها انا. استغربت استغربت. باخ تفضلوا المايك، تفضل ابي اللي باقي غيطلع ويدير مداخله ويقول لهم نهضروا على التغيير في المغرب؟ واش باقي يقدر؟ شكرا لك ولد. واش باقي يقدر يطلع ويقول لهم بغينا التغيير في المغرب؟ ما نظنش انا عدو الله غيطلع ويقول لهم بغينا التغيير في المغرب، لان اي واحد غيقول لي انت شفار، انت اكبر شفار لا تؤتمن. اهلا بك ساكاس. اي واحد كان كيقول لي بغيت نساهم في الغرفه كنقول لي سير عند عدو الله، يعني الا كان كيجمع الفلوس وكيخلص ماشي 10 سنين كذب. وكلشي مساهم حتى من ال دي بي حتى من الادا بزاف بزاف لا داعي لذكرهم، من فري بزاف بزاف بزاف. غيطلع يقول لهم بغينا التغيير، وصمه عار عليك، وصمه عار عليك عدو الله، وستبقى الى الابد. ولا كيقول لهم شو التبرير؟ قال لهم جاتني واحد سكرين شوت قال لهم راه كانت عندي غرفه اسمها بلاتي نتفكر اصدقاء الامس، اصدقاء الامس راه درتها مع غبت ودخلت ودرتها باش لوغو الاخوان يجيو عندي. راه عندي مئات الغرف بسميتي، هذا لا يعني بان الغرفه ماشي ديالي. هذا الى عندي بزاف الغرف بحال دابا انا مثلا بهند غتلقى مجالس الفكر فيها الشرطه فيها ماجيسكيل مينيسكيل بزاف، واش هذا كيعني ان هذيك الغرفه ماشي ديالي؟ نعم انتصار كنحسبوها ساكاس، وصمه عار ستبقى على جبيني. لا ماشي ما عطيتوش الادمين، عطيتو الاداره الغرفه حيت هاكات لينا، عطيناها لي حيت هاكا. ملي جا الهاكر قال لك البار انتوما كتعطيو الكود، قلت لي انا غنجرب نعطيها للعدو الله ونشوف.
واش غتدير ولا غتاكل ولا ما تاكلش. وصمة عار غتبقى على جبينه، شفار للأسف. كيفاش بحال هكاك؟ لا كريستي، أصدقاء الأمس يلا نجمعنا فيها. نعم أنا عطيت الأدمينية لفولتير لأن فولتير طلبها ليا، علاش ما نعطيش الأدمينية؟ دابا هما راه طابخينها بيناتهم، علاش ما غنعطيش؟ سقطت الأقنعة أكيد. وطلع كيقول ليا راه وقع واحد التأوي ما فهمش الفيلم، كيقول لي عزيز واش غيجي يوريني عزيز؟ انا عارفه عزيز واش غيجي دابا بعد، واش غيهضر لي على عزيز ولا على سيزار؟ راه كي راك مسمر في الحيط، هو ما كيحشمش. انا ما حملتش، انا كاعيه على عدو، ماشي منه، ماشي كعيت عليه خايف بحال شي واحد كيقول لك انا كنخاف عليك، ماشي خايف منك، انا عدو الله ما بغيتوش يتحط في هذه الصوره البشعه. لوساج، لوساج راه كان مريد تابع مراد كيدور، كان مريد وتابع مراد كيبح، حتى جا وكيدورو فيه وبقيت درت ليه بلاصتو تا هو ولات لي كلمة، وفي الآخر ولا كيدوي. دابا راه كيسمعوني، أكيد كيسمعوني. عيب وعار، وصمة عار ستبقى على جبينك يا عدو الله، اسم على مسمى. ما بغيتهاش، خليها لك، كنتمنى تنجح فيها، كنتمنى تنجح لك الغرفة، كنتمنى تحقق الديمقراطية في المغرب أيها الجمهوريين، كنتمنى تحقق الديمقراطية. كنتمنى نشوفوا التغيير. وي اختي واخا جنبي عليك صافي معاهم تما، ولكن وي ولكن داك فولتير اصدق حتى هو في شكال، راه يهدد قال لك نحيدو لك الادمينيه، انا نوري ما وحيد الادمينيه حيدها، ولكن ندير اللي بغيت حتى نحيح على ربهم حتى انايا مزيان تما، عادي حيدها الا بغى نوقفوا الباب كذاب عند باب الدار كيف ما يقولوا. شوف نقول لكم على 15 سنه قال لي هند بنت عتبة اللي ما قدرش يديروا أبو سلمى والإدريسي وهذاك أسد الفأر الهامشي 15 سنة داروا أيمن في نهار وأجو نو نو لا، أنا دائما مع اللي عنده الحق. عقلتي نهار بقيت مع جانوف، ياك جانوف بقيت معاه وقالوا لي أنت خسرتي، يعني قلت لهم ما غنخسرش وما خسرتش، ودابا ثاني غنبقى هكا وما غنخسرش والزمن كفيل. صافي وصمت عار على انهم فرو ماشي ديالو، عيب وعار. تفضل المايكاب يا اللي تفضل تفضل. شكرا خوتي صبا. دابا بغيت نعرف اش وقع الاخوه هند، خداو ليها الروم حيت الروم كان في سميته ياكل، لا دابا ولات الروم ديال فولتير ولوسا. وي ما بغاش يعطيها، قال لهم لا ولا ترومو، قال لهم قالوا لي علاش، قال لهم لا راه هي كانت عندها واحد الروم اخرى سميتها اصدقاء الامس. اوكي اذا انت دابا كانت عندي واحد الغرفه اخرى. اوكي دابا هزنا الروم هزنا الماء في الروم الاخر ياك، هذا هو اللي وقع. كانت عطاوك رزمتك، قال لك خوتي يجراو عني، يا قلت لكم هذا راه ولاد القحاب، يا كنت كنقول لكم هذا الشعب راه ولد القحبه، هذا الشعب راه دين مو حمار، هذا الشعب راه كلب، يا ديما كنقول لكم اودي راكم باقي ما فهمتوش شناهي الديمقراطيه. كيفاش الكلمه ديالي غفلاتي؟ كيفاش هما بغاو يتغيروا؟ قال لك هذيك الشفاره واش كرياهم؟ كيفاش غنديروا ليها؟
ايوا هادي هي لعبتهم، ما كيهمهمش وما اش كتقول نتايا ولا الواقع ولا لا لوجيك، كاع داكشي ما عندهم ما يديروا بيه. الشعب كلب ود القحبه ما كيحشمش، خص دير مهم الحسن تاني اول اوفر كاع. هذا هو الشعب، وقلت لكم من الاول، قلت لكم ولاد القحاب شي خائن كتباني القحبه تاع تمو. لا سمح لي الديمقراطيه وصاحبنا فق، صاحبنا فق الديمقراطيه، كتهددني كتدخل القحبه تاع تمو كيوبا فور ايفر. عدو الله عدو الله. عفنا القضيه، انا قلتها لكم والبارحين، ما قلتهاش لكم، قلت لكم اشنا هو العلاقه ما بين لو ساج وعدو الله، ولاو بحال الخوت. فينا هو فولتير از لوركين بيهايند ذا سين. قلت لكم كاع هادشي، قلت لكم هادشي مخدوم، وهذا هو ولاد القحاب كيخدموا على بحال دوك الهايناس، كيتسناو تا كتموت الجيفه عاد كيجي هو كياكلها بارده. وهادشي اللي وقع لينا، ومعليش ولاد القحاب ديما غادي يبقى ولاد القحاب. هذاك الروم اللي راجل ما يبقاش يدخل ليه اصلا، ما تدخلش لدين امو بيريد، ما عمرني غادي نبقى ندخل ليه، حيت كان اش هاد القلاوي هذا، شتي فين وصلنا دابا؟ ولا قسم الروم، ولا دابا مشى الروم، ولا هما لاعبين العشره والروم عندهم عامر. وهادو هما المغاربه ولاد القحاب، هادو هما المغاربه. ها هو معاك ما دوش حتى 5 مينوت، ها هو ضدك، ها هو كيعطيك كيتسنى هما غير شي فرصه باش يبداو يشرملوا في خوتهم وداك الشيء. وهذا هو الشعب ولاد القحبه اللي ما كيحشمش. وديما كنت كنقول لكم هذا ماشي غير شعب حمار، هذا شعب ولاد القحبه مقطر دين امو. وهذا هو اللي عشناه وبقينا حتى شفنا دين امو اللايف، بنادم مريح دابا شاد دي الادمينيه ديالهم، وهانيه ماشي كيحشم يلبس نقاب ولا عاني، عنده وجهه عاري حيت ولاد القحاب كابين مع القحاب وفي حجر القحاب. هذا هو الواقع ديال ولاد القحاب. إذن أنا يا مكان حتى شي حاجة ما تغيرت، غادي تبقى الغرفة ديال الهندية هي الغرفة ديال الهند. ولاد القحاب راني درت الواجب ديالي، شحال ضربت معاكم يقهضات معاك هين، قلت لك إلا هذاك ولاد القحبة ولا آدمين أنا ما غاديش تبقى تشوفني في الروم، حيت الا كان ولد القحبه دابا غادي يكون ولد القحبه غدا، وكان ولد القحبه والبارح، ماشي عاد غادي يتغير ولا شي حاجه. وهادشي كتشوفوا بنادم كيوريك زكو في لاكام، وقال لك علاش نتوما كتهضروا على زكو، واخا نوريكم زكي في لاكام. جا الاخر قال لك 48 ساعه غادي نشدكم وغادي ندير لكم، وغادي نولاو كيهضروا بالقانون. جا لو ساج قبيله بوجه احمر قال لك انا كنت غادي ندعيكم وكنت غادي ندير لكم واحد القرار، علاش؟ حيت هذا القانون وانتم تقبلتوا القانون. يا كنقول لكم هاد ولاد القحابه ماشي ديال الرحمه، هاد ولاد القحبه تلقاه جيعان كتطلي دير مو بالكوفيتي وكتعلق دير مو ياكلوا الدباب بحال هاد الناس. هاد قلنا لكم من الاول، قلنا لكم ما ديروا، انتم باقين صغار على الديمقراطيه وداكشي ديال العداله والتسامح وداكشي راه باقي ما كتفهموش. بنادم قال لك الديمقراطيه ولا خليه يخرع علينا، خليه يهددنا، معليش يعاود يرجع مرحبا به، حيت كينشط الغرفه. حنا ما محتاجينش لي ينشط الغرفه، حنا بغينا غير بنادم لا قرعه ما يبقاوش يهدوا فينا. وهادشي اللي قلناها من الاول وعاودنا قلناها، وبقاو كيلوموا فينا حنايا، حنا ولاد القحاب ما مزيانينش، ما فيناش التسامح، وحنا يا انتم شاهد فيها اخويا ياك شحال وانا كنغوت، شحال كنقول لكم عباد الله ما تحكموش اش هي الدراري الزوري مشاو من هنا بحال المعبيد. لا ما كاين حتى شي واحد مشى، ما كاين حتى شي واحد مشى. المهم حنا اللي كنكون الروم، ماشي هند هي اللي كتكون الروم، داك المجتمع اللي كيكون هنايا كنتصاحبوا مع عباد الله، كنديروا معاهم علاقه، هو اللي كيكون الروم. داكشي علاش ما كنبغيوش نمشيو للرومات الاخرين، حيت غادي تبدا من الاول ثاني دير بلاستيك وتراسي التيران ديالك، تاخذ التوف ديالك وداكشي. واش نستافدوا منه؟ شي واحد كيهدد الغرفه بهذه الطريقه، هذا كتدخل دين من البان. علاش كتدخل البان؟ داكشي علاش مديون البان؟ البان مديون لولاد القحاب. كنمشي تقلب البان كتلقى فيه شي واحد طلع سب، اوكي شي واحد طلع سبكين في البان، وداك خينا اللي جا هددنا وبغى يخلي دار عش الدين امنا حنايا، فينا هو تيقول لك هذاك خينا راه دانا ادمين. ياه دابا ولا واحد خينا طلع
دار جامبا ولا داخل البان واحد خينا اللي كيهدد قفوت شي كيعبر علينا حنا كناس كيعبر على المستوى ديالنا ما فاهمين حتى شي قلوه في حتى شي قلوه هذا الشيء اللي كندير شنو انا ما عرفتش علاش من الاول نتوما اوكي فولتير دا مصيبه كتبان يدير اسمح لي لا راه ما كاين ما فيها لا اسمح لي لا والو هذه ديمقراطيه هذا هو الروح ديال الديمقراطيه شي واحد يجي وقلتها لكم شحال هذه شي 3 ايام قلت لكم شي واحد يهدد سلامه اي فرد راه كنس بك انا اي واحد كيتهدد في الغرفه وما ريغاردليس يقدر يكون هو سيزار يقدر يكون هو اناروز يقدر يكون هو الى دا شي حاجه بحال كتعلق القحبه تاع تمك علاش سي لا لو يا بقيتي فينا وداك الشيء ولكن خصك تبقى القحبه تاع تمك ترقد كيف ما كيديروا الناس بالقوانين الديمقراطيه كتجي لا درو انت يقول لك لا راه معليش لا راه عليه واش غتسيرهم وهالي وصلنا ليه كو كان فولتير في البان ولوساج في البان كل ما كانش غادي يكون عندنا حنا كاع مشكل ما عندنا علاش غادي نهضروا ما عندنا مشكل ما عندناش علاش غادي نفرقوا الغرفه على جوج وهذا الشيء كيعبر على خص الناس يستافدوا من هذا الشيء راه خصنا نستافدوا من هذا الشيء راه باقي ما فهمناش شنو هي الديمقراطيه راه باقي ما فهمناش ما كنفهموش البعد ديال هذا الشيء ولا ولاد القحاب شي ناس اللي معموجه للروم ست شهور ما كيطلش على الروم حتى هو ولا طالع المايك وكيدير لنا التنظير ها كيفاش خصكم ديروا ياك ولاد القحاب عاد كتبانوا دابا ما كتعرفوش نتوما اصلا الروم كيدير حتى كيبان شي صداع عاد كيبانوا شي عناصر ما عمرك شفتيهم حتى هو كيطلع وحتى هو بحال راه عنده باع فهاد الروم احنا كنشوفهم يوميا ولاو كيطلعوا حتى وما عندهم كلمه في الروم وداك الشيء كتعرف بنادم دينام بنادم مريض شنو هو لوساج لوساج غير خراي الكلب ما بغاش النهار كامل هو كيصيفط في الهدايا باش يكفت في الكاميرا على شي وحده انا ما فهمتش هذا الشيء باقي ما كيفهم ما كنفهمش دينامو اوكي الشعب دينامو كلب تفو على دينامونا تفو الله العظيم خصنا نقلبوا على شي مرايه ونبقاو نتفلو على ريوسنا الشعب دينامو كيدير خرا مضاربين على واحد الروم باش يبقاو يهضروا فيه ودين فيه ادمين ولا خو قال لهم انا ادمين وغادي نبداو بونس ياكشتي دابا سير هضر معاه ياكشتي فولتير شحال نتوما كتغروميو فيه وكديروا ليه في الزبده وكتقادوا فيه سير هضر معاه دابا سير قول لي حنا هما هذوك الناس اللي كنا كندافعوا عليك وقوتي السويع سير هضر معاه وسير هضر مع لوساج وسير هضر مع عدو الله وسيروا قلبوا على الديمقراطيه غتلقاوها عنده اوكي اذن اشوق دابا مشات الروم الاخرى ياك مشات بالسميه ديالها بكل شيء دابا خصنا دابا تاش هذوك عخر رايه تاذوك المخير فيهم يبيع امه والله تيبيعها بالله مو شي قاعد الخر ماشي كاع المغاربه كل شيء الشعب ديال امه مريض الثقافه ما كتكونش الرجال كتكون القحاب والزوامل والشميت هذه هي الثقافه اللي جبنا بنادم ما عندوش كلمه صح بنادم ما كيعرفش شنو هي الكلمه ما كيعرفش شنو هو الكرامه البارح وراك زكو دابا داخل عندك اوه انت البارح عاد وريتينا زكوك انا لو وريتك زكوي خصني نبدل الصوت ديالي ونبدل السميه ديالي ونبدل كل شيء ما يبقى يعرفني حتى شي واحد او انت زكوك بينتي في الكاميرا البارح دابا جاي اليوم باغي تاني تدخلوا عاديه عندك زعما ما كتحشمش وكيصيفط في الورود وحتى هو الشعب دين امو حمار انا والله تنتحر بالله الا كانت عندي شخصيه بحال هذو ولاد القحاب والله تنتحر بالله ما علاش غادي تبقى عايش الشعب دين امو تفو ينعل دين الرب ديال هذا الزهر اللي لا تنتحرش ما تنتحرش شوم انزل خويا كلكم اصاحبي كلكم فيكم واحد الزمله حاره فيكم واحد الزملة كلكم ما كتانا دخلوني معاكم كتانا غتلقاني تنزمل كلنا فينا واحد الزملة حارة ما عرفش من جاتنا الزملة قلنا معاك ما حشمتيش حتى عنزل تقود نزل ولا غادي نحيد الدين مقسنا ديالو بالدار طلعتونا الخرى ديمقراطية والقلاوي دو حنا نبوسوا لعباد الله في خرازيهم ونسنا وجي عندي اللي يجيب دين امك انت كاع لا درو ولاد القحاب
ايوا مبروك. انا بعدا خارج من هذا الشيء، خارج منه كلين بحال الزغبه من العجينه، كلين ما عندي مع دين مو مشكل. اي واحد كيدير معايا كنخش في دين موطول وعرض في البلاصه، وخا يكون دين مرو مع ما في 400 كيتسناو فيه، كنطلع للقحبه تاع تما وداتها مرارا وتكرارا. كلمه ماشي راجل، انا قحبه بحال المغاربه كاملين، ولكن قحوب فينا ماشي بحال فين وصل. هذا هو اللي جنيناه من هذا الشيء. تو على بشار كيدير والله العظيم الا كتقيو وحق الرب العظيم، بحال هاد الميخاس ميتربو المتنبي ولا الشابي ولا ما عمرو دخل للروم شي 6 شهور، دابا دخل اليوم تيقول لهم الغرفه وتباعت وبعتها لي. اش هاد القلاوي؟ حتى دير مك كنتي بحال الكلب ما كتقدرش كاع تجي للروم. المعري بحال الكلب كيضرب دير مك، كيضرب 6 باك وكيدخل كيبدا يخربق، لا لغه كيعرفها لا جمله مفيده كيديرها حتى هو، ولا دخل حتى هو التنظير. والبارح ثاني دخل داك الميخ السيكوريت حتى هو السيكوريت بحيله سنانو طاحوا في الروم مريح، وكاين الدار وكيقول لك كيفاش. وقلت لها قالت لي انا، قلت لها شوف هادو ولاد القحاب هادو عاد ولاو كيبانوا عاد ولا كي. وهذا هو الشعب ديال مو المريض، الشعب مريض مدقدق الله يلا هادشي كيطلع الدم. كما على ربكم واحد جوان غنسى دين مو الروم والروم الاخر وكاع واليوزرز وكل شيء غنسى دين. نقول لكم من الاول الغرفه زوينه، كيجيو ولاد القحاب الغرفه المستوى طاحيه، ولاد القحاب راه احسن غرفه المستوى طاحيه خوات، ما بقاش كيجيو لا عباد الله. ديك الساعه كيكون عندك الالرت كتقول لك ايوا سام ان يزور، والغرفه خدامه وانتم كترونوا وبدلوا خر. علاش غادي تبدلوا تخلطوا الخرا؟ الا كانت الغرفه الثانيه بعاد عليها علاش غادي نبقاو حنا نغيروا؟ وانتم كتشوفوا هذو ولاد القحاب كيجي ويدخل واحد يقول كلمه شويه كيجيو جوج ديال اليوزرز كيبداو تخراو شويه جوج الاخرين شويه كتنوض العافيه شويه كلشي كيتهدم الغرفه كتمشي ومشى البالتو ومشى كلشي. وهذه هي هذا هو المغاربه. خص دير مو الا ما كيهناش الا كيشوف الناس ضاحكين ولاعبين والناس ناجحين ولا الحوار ناجح ولا الغرفه ناجحه، خصو هو ديما الى لقى بحال دوك الطفيليات اللي كيكونوا في جميع المحاصيل الزراعيه وفي حنا عندنا طفيليات كولتورال، كيدخل كيلقى الناس ناشطين تيقول خصني نقلب ويمشي ويضيع الوقت وانفيستي بحال هاد ورد القحبه ديال لوساج، عنده القلاوي باش يمشي ويقلب على التصاور ويبحث ويضيع الوقت وما جاش النعاس والتليفونات خدامين. وقلتها لكم، قلت لكم هاد ورد القحاب راه خدامين كل واحد كيضرب من جهته. وفعلا وصلوا دين ما توقفوا الغرفة ووقفوا كل شيء، وكانوا كفوا لك شيء. هذا الشيء اللي عندي ما نقول لكم الإخوان صراحة، ما عندي ما لك شيء قلناه من الأول. كان واحد القانون وكان واحد الحاجة سميتها أقول لك حبا أخويا بيالير ديال لوساج، هذا طيحني مع مشكل هاهين واحد النهار غادي يموت لوش صاحبه ولا ما عارف ولا دي الموكين كيف وكيمثل كأنني أنا هو السبب. قال لي زعيمين كيشحنين قالوا بأنني أنا هو اللي درت لك المشكل ولا كيمكي تالق لي ولد القحبة عاد متيق وكحك راه هيش صاحبي راه مات وهكيفاش وهكيفاش. واحد المنافق واحد ولد القحبة لا يرفض واحد دين مراجع يدينا العقل الإخوان. البان محطوط تما عنده الهدف ديالو شنو هو؟ علاش داير البان؟ داير شي واحد الى خاطر شي واحد لولد القحبه مربيه شي قحبه داير البان كنحطو فيه ولاد القحاب، ما كنحطوش فيه شي واحد جات جامبا وشي واحد مخاسم معاه انت بيرسونيل. كنشوفوا الايشوز الكبار شنو هو؟ شي واحد كيهدد الغرفه وهاد الناس داروا ما عملنا شفناهم في البان. والله ما عملني شفت شي واحد قال لك لا راه لو صاد دا واحد المصيبه كبيره ورانا نسكو قال لناها ما تسوى وشويه بدا كيجمع في التصاور فينا هو لو ساج. واش لو ساج غادي نحلوا واحد الغرفه اخرى باش تبقى انت ولو ساج وفولتير وعدو الله باش يبقاو على خاطرهم؟ وقلت لكم، قلت لكم واش هذا هو الحل الوحيد اللي لقيتو؟ زعما قسم الغرفه على جوج شي ناس هادي عملنا شفناها في التاريخ، تخاسمتي مع شي واحد شويه قسمتي الغرفه على جوج ولا تسيروا باش اشنا هو هادشي؟ وهاد الناس هادو هما اللي ما كيعرفوش اشنا هي الديمقراطيه. كترحم دين امك يصحابك انت خايف منه وكيلعب معاك، وهادو هما ولاد القحاب.
الا بغيتو تعرف شنو هو المغرب جين بالتو دخل لهاد الصراع هذا غتعرف شكون هو المغاربه. المغاربه شنو من المغاربه؟ المغاربه خصك تذوب القحبه تاع تمهم كاملين، والدينا خوتنا خوالاتنا جدودنا كاع داك القلاوي خصو يذوب، حيت سلعه مقوده ديفيكتيف برودكت ديما كوستلي، ديما غادي الا كان عندك شي برودوي ديفيكتيف ديما غادي يسولك الفلوس، غادي يحزقك تبقى تابع دين مو غادي. وهذا الشيء اللي وقع لنا في البالتوك الاخوان، نفس الشيء بنادم ما عارف لا ديمقراطيه ما عارف لا حوار، باقي دين مو 200 عام وراء الوعي ديال الانسانيه، وهذا هو اللي وصلنا حنا كاينه كاع. هي الغرفه مشات دابا ولات الغرفه، الا بغينا ندخلوا ليها خصنا نريحوا بحال الكلاب ونتسناو ياك ما غيديروا لنا الراديو سي كاع ديك الديمقراطيه داك الشيء سي. وعاودوا شوفوا دابا الديمقراطيه اللي عندهم، سي دخل عندهم قول لهم انا عندي واحد المداخله وشوف اش غادي يديروا معك، حيت هما ما جايينش باش يعاودوا لك، راه جايين باش ينتقموا منك. هذا الشيء اللي بغاو فينا هما الرجال، الرجله ما نبقاش ندخل لهذاك الروم. انا بعدا شفت وسمعت ان فولتير ولا ادمين، والله ما كنت غادي نعاود نبقى ندخل لهذاك الروم قطعا. وقلتها الهند، قلت هذاك خينا يدير ادمين في هذا الروم ما عمرني غادي نبقى ندخل، وخا يكون دين مو اعطوني الوزن ديال البشره اللي فيه ذهب، والله ما نبقى ندخل ليه بالله. علاش بنادم دين مو كيهدك نتايا وكيهدك وكيعاود يدخل وهاديه، ماشي قالوا اوكي راه هددنا ارا نديرو معاه شي حاجه نو خليه. وديما كنقولها لكم الناس باقين الله دزنا، والدينا راه كانوا تابعين على الحمير والدجاج وداك الشيء في الجبال وداك الشيء، لا علاقه ولا الحضاره ولا الوعي، ما كان كيعرف دين متوا اش كتعني الدوله كاع ما كان كيعرف. اول اوف سادن جينا في 70 عام بغينا نكونوا حنا نوصلوا للوعي ديال الامريكان وديال اوروبا، شيء صعيب توصل له. إذن هنيئا لنا النيكة الحوية اللي حوونا دولة القحاب، وكان عندي نعطيهم الطربوش أنه خدمونا مزيان، دار واحد خطة جهنمية ولا ولاد القحاب اللي كانوا ما كيحملوش بعضياتهم وكيتقاتلوا ولا دابا بحال السمينات مع العزينات ياك، ولا بحال بارانجالي واحد حدا الاخر قلبي على قلبك. اوكي وغادي القضيه علاش على حيد النصيب الراد الاخوان داروا لي الراد، الراد حاد اللي نعرف نصيب وداك الشيء، فاش كيجي شي واحد كينكحكم كتلقى خدام هو وكينظر خدام باغي هو يسير الغرفه وتيقول لك هالي خصو يدار وهالي ما خصوش يدار. بنادم قال لهم كلمة وحدة داو لي الراد، ولاد القحاب كيضلوا يترطاو هنايا، حتى واحد ما دار ليهم الراد. شفناهم ولاد القحاب ولا كيدخل هو خرع على عباد الله وراهم زكو يسبهم يعايرهم، والغد ليها هو داخل لا الراد لا بونس لا بان، عادية نوت ان نيفر هابن، حتى شي حاجة ما وقعات انت زوين وحلوة. اش هاد القلاوي حيت لوساج لوساج معانا وكان كيضحي، يعاود لمو هو ديك التضحيه ديالو. لا فولتير كان كيضحي يعاود لمو، لا بيانليغ كان كيضحي حتى هو القحبه تاع تمو يعاود لمو. بيانليغ يمشي ويجي بيانليغ اخر، ولكن باش يعود سبيك مريع على القرعاش غادي نديرو فيها احنا. انا كاع كنقولها لهم، كنقول لهم انتوا الا عندكم مشكل مع بيانليغ راه فيسون، حيت الوالد العائله ديالي نكروني وداكشي، وغادي نكر دين مو هذا المغرب وغادي ندخل بوجهي غنقول لهم انا ولاد القحاب انتونا والملك ديالكم والحكومه ديالكم والاسلام ديالكم والدوله ديالكم انكلودين نوت ليميتد تو ما بارنتس وكاع داكشي كله، يعاود كلشي غيعاود القحبه تاع تمو. اوكي حيت هادو هما اللي خدامين، كيفاش غادي نديرو نشدو الشعب ديال الممرض شعب رخيص؟ ما عرفتوش بان لوساج رخيص؟ ما بانش لكم لوساج رخيص؟ ما بانش لكم كلب ديال مو مدلول طلعات حبيبي قالت لي البيدوفيل تا دير امك مصيفط ليا، جات وحده اخرى قال لي انا نشري لك نظاظر برادا، انا غنشري لك نظاظر باش نشوف كلشي كله وقع فاش مشاو للخرا مشاو
كانوا في فرنسا ولا في بلجيكا كاين لاغيرتا وكاين اكسل مع شي جوج اخرين وهو بغى يجي حتى هو قالوا ليه ما تجيش ما عندنا ما نديرو بك نكروه ما عطاوش ويكا وهادو هما ولاد القحاب خصو يجي ينتقم هو من الروم حيت ما خلاوش يجي معاهم باش شعب دير امو رخيص محامي وقلاو محامي دير امك انت ساكن في الروم كتقلب شي وحده تكفت عليها ما لقيتي حتى شي وحده بغات تعطيك غير تكفت غير دماغك ما تشوف ما تمس لا بلو لا لحم لا والو وما لقيتيهاش تقول لي انا محامي نعال دين الرب تاع دين امكم واخا تكون عند دين امك سبعه ديال الدكتورات وحده فيهم في الفيزيكس والاخرى في الاستروفيزيكس غتبقى دين امك ديما كلب هادو مولاد القحام ياك كنقول لكم من الاول خليونا من ديك لا ما تعيش لا ما تسبش لا عاملهم مزيان لا هكي هذاك الشيء كله كنعرفوه من الاول ما الاول داك الشيء باين الخرا باين الشعب ديالنا مريض دين امو داك الشيء اش كنقول لكم نساو الثوره نساو الحراك نساو الوقفه نساو هذاك الشيء كامل راه الشعب دين امو ميت راه مدلول راه كلب عنده الفلوس مدلول حازق مدلول قاري مدلول جاهل مدلول الشعب دين امو كله مدلول كله مريض مدقدق خاري ما في دين امو ما يتلبق الشعب دين امو شفت غير ذاك الحج شكون صيفط لي شاس صيفط لي فيديو بنادم مزباله كيدوزو على الزبل بحال هكا وهازين التليفونات زعما راه مشاو للحاج الشعب دين امو حمار وهادشي اللي جنينا من هاد القلاوي بغيتو تجمعوا كركم كاين واحد الحاجه سميتها البان ودايرين علاش دايرينها ما جاوش الناس وداروا البان عرفتي شحال من ابليكاسيون شحال ديال لابليكاسيون شحال في دين امو من كيلومتر باش تجيب لي نتايا واحد البروغرام باش دير فيه شي حاجه ديال البان شي واحد كيفاش ما عمرو يبقى يدخل ولا دخل البان واش الزباب الخصو علاش داروا البالتوك البان علاش دايرين البان حيت عنده لوتيليتي ديالو وهذا الشيء اللي وقع هو لوتيليتي ديال البان شي واحد كيجي كيبقى يفرع عليه يسب شي واحد من الاخوان في الغرفه ولا يتزكك على شي وحده في الغرفه ولا يحاول يفضح شي انسان شخصيا يدخل ليه في الحياه ديالو كنديروه في البار وشحال وحنا كنغوتو او دير هاد القلاوي ما تكتمنوش هادو هاد القحاب بحال فولتير هادشي اللي كنديروا في البالتوك وكيدوز اليوتيوب وكيسمعوا الاف ديال الناس واش ما كتظنوش شي واحد الا تصيد وطاح في الفخ وغسلنا القحبه تاع تمو كيتصنتوا ليه الناس غيبقاو يتصنتوا ليه نيكست 57 ييرز غيبقاو كيتصنتوا لدين امو واش كتظنوا بان هذاك الانسان مغربي ما غاديش ينتقم واش واحد الانسان عنده ثقافه ديال المؤامره وديال الانتقام وديال اشفاء الغليل واش ما كتظنوش بان راه غادي يرجع للصوره الاصليه ديالو ايوا هادشي اللي عشناه هذه هي الثقافة ديالنا إذا بغيتوا تجمعوا كركم هذه هي غرفة الأخت هند مرحبا بك ديري معنا أدمين شوفوا بها أيمن ولكن هادشي لي احنا ولينا في شد لي ينقطع عليك على عادي تتاقوا قاع كلهم دير أمهم كلاب كلهم يدهم في زبي لا عدو والله كلهم ولا وديما كنقول انا داك القحبه ديما كنقول لك كنت عندهم عاد كنت عندهم عطيتو التاريخ ديال ريمومو فوقاش غادي يطلع انا كنعقل عليه في 2019 في البدايه ديالها طلع قال كان كنت 10 سنين ها هو سبيك كاين ها هو كيسمع ياك موراه طلع جوناس جنوب وعاد من بعد غادي يبان داك الزبل ديال لوساج يعني حتى انهم لما عطاتهم طفر يكونوا ديزادمين وداك الشيء جرؤوا داروا بزاف د الحوايج وناض هاد الحوار ديال داك فريدو بيتر اللي هو عدو الله جا قال لك لا حق راه عندك 10 سنين وكذا وانا هذا كنعقل عليهم هذا انا هو اللي دار الشيء ديالي ها هو كيسمع سبيك خويا سبيك طلع شنو قلت لهم دابا عاد صفات لي مو ها هو صفات لي مو كيسمع فهمتي يعني كاين شي حوايج اللي هي ديال ميريكاني ولا خو ولا كنا هادشي
ياب هاو دابا هنا شويه يا دابا الروم مش دابا الروم ديالهم او باقي عامر ماشي قالوا اوكي ماشي المغاربه قالوا اوكي وا اشنو وقع هنا كنا في الروم دابا ولا فولتير هو الله وقعوا لهاد القحاب غادي يبانوا دابا ها شدوا الروم هما مشاو دابا الروم ديالهم اللي بغى يدخل خصو يتصل بشي واحد يبوس ليه يديه ورجليه ليه اليوم عامرة حيت اليوم الفراجي لا شعب دين محمر ماشي غادي يريح ويقول اوكي الوجود ديالي هنا اذا الغرفة ديالهم ناجحة انا نقص ليهم واحد اليوزر علاش حيت انا ما متفقش معهم ولا القحاب نو هما غيمشيو يتفرجوا وغادي يديروا الانفيت وكيديروا الانفيت فهمتيني وكيبقاو وكيعيطوا لعباد الله علاش باش يبقاو مريحين يتفرجوا وهذا هو الشعب اللي ضد كل شيء اي حاجه ناجحه كيقلبوا على النيجاتيف فيها تحط لي اي حاجه واعره داك الشيء كيقلب لك هو على شي حاجه نيجاتيف مسليني صغيره شي حاجه صغيره باش يقول لك لا بما ان لا هذا هو الشعب ديالنا لا هو الشعب ما كايناش الكرامه حتى واحد فيهم دابا في الروم ما قال اوكي what the fuck is this let's go back الا كانوا هما في الروم انا ما نبقاش ندخل كاع لهذا الروم نهائيا ولكن هذا هو الشعب ديالنا شحال هما كيبكيو على الحسد الثاني بغينا نقتلوا دين مو غادي نذبحوا دين مو بغينا نديروا عليه الثوره اجي نديروا عليه التسخيرات اجي نديروا ليه هنايا شحال من طنطيه هو مات ولا قال لك بنادم كيمشي على اجله من اكادير بغى يمشي على اجله باش يكسب الحسنات وشي كيبكي وشي يدير القران وشي يدير البخور ومات لنا الحسن الثاني ممنوع لي ديال الموسيقى نفس الشيء نفس البيهيفير يجي للروم نفس البيهيفير اللي غتشوف عند الشعب كامل كتشوفه في هذا الروم وهذا الروم راه غير واحد صورة مصغرة للمغرب كامل ايوا هذا الشيء اللي كاين حنا كنجيو هنا كنطلقوا الميساج ديالنا الميساج ديال فولتير ما غاديش تسمعوه الميساج ديال لوساج ما غاديش تسمعوه حتى واحد ما غادي يسجل هذه المخيات اللي غادي تسجل هما الناس اللي كيدخلوا الغرفة وكيحاربوا هذا الخرا هذا غيبقى دين مؤمنين بحوت حتى شي واحد ما غادي يسجلهم ولا غادي ياخذ الفكره ديالهم وتخترق الغرفه وتدخل لشي ميدان خور يسمعوها شي ناس في شي قهوه ولا في شي نو جامي غيبقاو دين ممكن بحوف الروم بوحدهم علاش خص هاد القوانين كاع تبدلوا هاد القلاوي اللي دخل لهداك الروم كتحط دين مو في البال والله كوك انا ادمين اللي لقيت دين مو في هذاك الروم كنرجع كنحط دين مو في البال ما عمره مازال يبقى يدخل جامي اللي كاين في هذيك الروم ولد القحبه من دابا وما عندوش الحق يدخل دين مو يا والله يتوب صاحبي الله وكنهضر معكم حيت هادو فاقين هذا سيتان ديفيسيت هاد الولد القحاب هادي خساره للغرفه طلع عليهم ايمن فرع لدين مو مركر كل شيء فرع لدين مو مركر في ظرف شهر شهرين بنادم ولا شاد لدين مو من الروم اللي دوا كيوسع لدين مو المؤخره كل شيء ناض لا علاش تيقول هادية وعلاش كيحقرنا راه الحقرة كتجيكم من ولاد القحاب ديال بصح ها هو ولا الشريف مع واحد المناضل ولا بحال الخوت وقلتها لكم البارح قلت لكم فينا هو هذاك فولتير ولاد القحاب امبوسيبل يكون صداع وما يكونش هذاك ولاد القحاب هو اللي مسير الشو من اللور إلا كيسمعني يديك في الزب أو القحبة أنا راه ولد بنجدية ونعطي لدين أمك فين ساكن أنا وطلعت البنجدية ويديك في الزب أوكي لا أنت لا عدو الله لا لوصاج كلكم يديكم في الزب أو القحبة أنا ما درت لي والو أنا غنبقى ديما نسجل وديما غادي نبقى نخلي العش ديال القحبة ديال قريش وانتوما يا ولاد القحبة داك لوصاج هذاك لوساج اصلا هذاك ماشي بشر هذاك حيوان معنى الكلمه خص دير ماشي شبطانه وشي فراقش شعب دين امو الكرامه كي دايره اين على دين امك ودير الكرامه الا كنتي ديك هو اللي عرفتي هادشي هو الكرامه عندك انا ما بغيتش دين امو انا احسن نكون قحبه لابس الصايه كندور في الزنقه ودير لي العكر الفاسي الحناكي احسن ما نكون بحالك انت الشعب دين أمك دين المادة المعرفية والقلاوة سنين على الكفة تاعك
الشعب ديال مكين كبوت دخل انا يا عبد انا محامي علاش باش تجي وحده باش نكفت عليها وصلت الى تلد المستوى عندك اكس ان اكس عندك بونديك عندك بون هاب عندك يوم ما نعرفش هذاك شي يوتيوب شي حاجه اخرى وكتقلب انت بالشعب دين مو مريض اش بغاو بغاو الغرفه هي الغرفه كلوها ولا قلبوا شكون اللي غادي يعمر لكم هذه الغرفه واش غنلقى عامر عاب ولا القحاب كاع اللي تلقى ديال مو فهاديك الغرفه ما فيش النفس وما عندش ديال مو شي كرامه تذكر اوكي اذا واش الغرفه مشات دابا مشات كاع صافي مشات مجالس الفكر ولات ما بقاتش فيها هند ولات مجالس اوه واش بصح شأس تتمش استي تشي ود القحبه شحال هما كيترطاو لنا في الروم مش استو منهم حتى شي واحد خليتو الخرا داير مو كنقول التمال ديال مو ما كاينش قعدوا اللي داروا جامب درت لهم الريده وكذا اخويا هادشي يحز في القلب ومازال ايمن ما فاقش راه ملي غيفيق ايمن راه ما بقاش غيفيق انا في ذلك وكذا هذا احنا الشعب لا يقتنع كل شيء دابا تلقى مريح وكيشطح غير عينو تصبع ثاني وتلقاهم ثاني فينا هي الجهه الغالبه هذا هو علاش كتلقى الحلاقي دايرين في المغرب كانت بغيت كيتفرج في الموقع شي حاجه كتلقى بنادم مجموع وهذا هو اللي كيوقع حتى هنايا الشعب ما كيعرفش يدخل سوق كرو الشعب كيجي اجي نضيعوا الوقت ما سمعت اجي نضيعوا الوقت والله العظيم الناس عندهم الوقت ومن ذهب خصو يضارب وخصو يجيب الخدمه ويمشي يجري ويمشي يدوش ويمشي يحسن وخصو يخرج كيجري باش يمشي يقصر على جوج ساعتين ديال المكان يطيح فيها واجع لدارو حنايا بنادم مريح بغيت نضيع الوقت وبنادم ما بقاش الوقت وحنا بغينا نضيعوا الوقت كلمه كتقال هذه ترى الشعب ما والله ما قدرت نعبر على قوي بالله ما اش غادي تقول لهاد الناس شي من زمان وقع من زمان وبقى خدام وعادياتون وفينا هو فولتير تفضل فولتير وقلت لكم وقلتها لكم من الاول قلت لكم بنادم دين مولي كتشدوه وكتغسلوه بالطريقه راه مريح باغي ينتقل راه ما يمكنش مغربي يدير لي هاد الحاله ويمشي ومسلم ما يمكنش يخرج بسلم ولا يقول لك انا راه صافي تبت ولا راه خطات معاكم سمحوا لي ولا ما كاينش تقول أسلوب باللي كتهضر به واحد الطريقه خايبه ما كنعرفو في الفاميلا ديالك ساتنا العائله ما كاينش مشكل الاسلوب علاش ما تجيش ترضى عليا زبي باش تسمعوا عن كتاب تقرب بزاف باش تسمع الاسلوب ديالي اسلوبكم كنتي حدايا كنت خشيت ندير امك اجلي في زكوك الله العظيم بالله ود القحبه ولا القحابه انت كتشوف الاسلوب بل دين امك انت الاسلوب بنادم بغى يصيفطنا الغباق وانت كتقول لي الاسلوب والقلاوي الله ينعرب دين امك على رب هذا الاسلوب اللي تعلمتو نتوما الاسلوب والخر نتوما وجه الاسلوب كيجي بنادم كيتعامل معاكم زوين ربما بنادم جاهل ربما شمكار ربما كيف ما بغى يكون نوعه ما عمره غادي يضرك كيف ما كيضروك هذو الرقحه لا راه عطى بزاف الغرفه يعطي كل الغرفه تاش غادي يعطيني انا الغرفه هو احسن من 10 مينوت ديال اليوتيوب داكشي اللي يعاود ليا هو في عام نقدر نستافد ندير مو 10 مينوت ديال اليوتيوب نادم مريح لا هذا مكسب ما مكسب ما تتشي قواد ما مكسب ولا بنادم لا ما تقولهاش بحال هكا لا ما تعيش لا ما تهضرش لا ما تقولش وما بقيناش في البالتو هي نديرو طاولات والقمطر وداكشي نحطو شي معلم يبقى حاضرنا كيفاش غنهضرو ما عيتوش بنادم يقول لنا كيفاش غنقولو الا ما كيعجبنيش بحال هكا
المهم هادشي انا خارج منه، انا بريء من هاد القلاوي كامل من الاول. وانا كنقول لكم هادشي اللي كديروا فيه راه ما كيصلحش للمغاربه، راه اللي كيعرفهم هو الحسد الثاني، هو اللي كيعرف الروح ديال المغربي، كيعرف دين امه كيفاش كيتصرف وكيفاش كيسمع وكيفاش كياناليزي لي شوز وكيفاش كلشي كيعرفو هاد الخايف. وهادشي اللي وقعنا فيه، ومعليش حتى حنا كنجيو كنهضرو وكنقصرو، ما فيها لا هذا احسن من هذا، خليهم يديهم الغرفه. اش غيديروا بهاد الغرفه؟ غادي ينشروا بها الاسلام، الاحاديث الصحيحه والقلاوي. الاسلام راه كنعرفوا في القحبه تاع تمو يوميا، تكتبوا على عباد الله. قال لك انا جدي هو الرسول، كون كان جدك حي كون حويت دين امه ونحويك حتى وياه. جدي هو الرسول، سير على الرب دين امك، على الرب تاع جدك وجدود جد 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 الكلب تاع ابوك. من هنا حتى العادي يعني غادي دير لكم العقل وتجيو تقصروا هنا، جيو قصروا ضحكوا مع راسكم وتخليوش هادشي ياخذ واحد لي سباس كبير في الحياه ديالكم. جدو علي والله جيو قصروا طفي داكشي، ما كيهمكش اش غادي يوقع للروم واش غادي يوقع. احنا شاد علينا الحال والروم خصات هذا، وبغينا نوعي الناس. ما توعي تكون عا كان الاسلام شي حاجه اللي كتحيدها وكتنساها، شي حاجه فهمتي ما عندهاش علاقه كبيره مع الثقافه ديالك وداكش. تحيد دين مو تنساه والله العظيم، ما تبقى ما تعرف لا سبيك لا سوفيستوس لا تواح. صافي حيت الاسلام صافي، سير عيش حياتك بالمنظور اللي بغيتي انت، ما تستناش شي قواد يقول لك كيفاش غتخرا وكيفاش غتقول. انا ملي بدا داك التبرغيش ديال علاش كتقولوا، علاش كتقولوا الشعب حمار وعلاش كتقولوا، عرفت انا شي واحد خدام. حيت هما كيشوفوا الروم غاديه مزيان كاين كتنوض لهم العافيه في زكهم، سمعتي؟ غير كيشوفوا الروم غادي تيقول لك اجي نقلبوا على شي حاجه باش نبداو الصداع، خصنا نبداو الصداع. وهادشي كيدخل تيقول لك اوكي لا سمعنا واحد خينا قال واحد خي واحد الحاجه ما عجبتنيش. قلت لكم راه كاين شي خرا خدام وهما خدامين من سنين وهما خدامين، ملي كيبداو الساعات الاولين وداك الشيء وما كيبقاو خدامين كيقلبوا. ايوا هو وصلنا للخاتمه. مؤامره ضد انا ما عندي حتى ما عندي مشكل حتى مع شي واحد، واللي عنده معايا مشكل يدو في الزم. كنقولها لهم ديريكت ما كنخبيها حتى على شي قواد. اللي عنده مشكل مع بياليخ راه ما بقاش شهرين ثلاث شهور غادي نقول لكم شكون هو بياليخ، فين ساكن بياليخ، كلشي غادي نقول لكم وتشوفوا بياليخ. واللي قد يعد زبو يعضو اوكي، ودال دين امكم الاراره، وغنبقى ربكم كنسجل وكنخر على القحبه تاع تمكم اليوم وغدا وداك الشيء اللي بقى لاخر لحظه. غادي نسب القحبه تاع تمكم هاد الدنيا ولا القحبه، داكشي اللي عندنا، داكشي اللي عندنا. بقينا نسبو دين امو مالو هادو ولاد القحاب. اوكي ناو شتي كاع هادو كل هاد القحاب اللي كاينين. انا نقولها لكم راه اللي لقيت القحبه تاع تمو، وانا ماشي شغلي، اللي لقيت القحبه تاع تمو في هذاك الروم ما كاين حتى شي عذر. اللي لقيته في هذاك الروم ما بقاش عندي معاه، ونشوف القحبه تاع تمو ندير عليه تسجيل. اللي قال ماناب راه خصكم تكونوا رجال. بنادم دا لكم الروم وحواكم، الا دخلتي فانت كتعاونو، راك انت كتعمر ليه الروم. ما تدخلش تشوف علاش كيهضروا، ما عندك ما دير بهذاك الروم. اوكي خرا جربنا الديمقراطيه وحريه التعبير وحريه التصرف وحريه هذاك الخرا ديال الحريه ما كينفعش مع المغاربه. لقيت القحبه تاع تمو في هذاك الروم ولا عدو ديالي انا شخصيا، ربما تصاحبوا مع الروم كامل. انا نشوفك في هذاك الروم ولا تجيني الخبر مشيت اذا انت ولد القحبه ما كتسولش. حلو حنا كنحاولوا شد الروم قاد الروم، لا عندك لا كاين صداع، لا عندك لا ما تمشيش للروم اخرى، لا خص يكون عندك واحد الاخلاص لهذا الروم، لا ما كينفعش معكم هذاك الشيء. اللي كاين هنايا هو غادي نرجعوا لذاك الشيء ديال بكري، مشيتي لشي روم اخرى اذا انت عدو ديالنا. وسيرتو هاد الروم هذا
ما بغيت حتى شي قواد يمشي لعندهم. الروم عندنا ميته ما كاينش السوجي، سير في حالاتك ما تدخلش لهذاك الروم. خصنا نطيحوا هذاك الروم، حتى واحد ما يمشي يتفرج في هذاك الروم، حتى واحد ما يحضر لهذاك الروم، ما يدير ريز هاند في هذاك الروم، ما يكونش في هذاك الروم. هو اللي بغيت تقضوا على هذا، حيت ما عندهم هما يوفري في هذاك الروم. راه ما غاديش تهضر على قالت النملات ولا ضربه ماشي هي ضربه وغادي يعمر لك الروم، راه امبوسيبل. راه الناس الوعي ديالهم وصل لواحد المستوى ما غاديش يقبلوا هذاك الخره ديالك. وانا سي فري كنقولها لكم، انا فرانشمون ممنوع شي واحد يمشي لهذا الروم. يو ايدر ويذ اس اور اغينست اس، يا اما معنا يا اما ضدنا، ما فيهاش ديك لا راه نتوما بجوج عزاز عليا، ما عزازش عليك بجوج. اوكي مشيتي لهذاك الروم، اذا اوتوماتيكمون انت ولد القحبه، واوتوماتيكمون تقدر تحط في البان. علاش؟ حيت كنتي في هذا الروم. الا راه ماشي لوجيك، نو فاكين لوجيك. فاش دير امك انت يا الغرفه وليتي خديتي الغرفه كامله ولا القحبه دواء، ما بانش لكم بان اللوجيك دابا ولات شديتي واحد حطيتي في البان ماشي لوجيك. مشيتي لهذا الروم كتحط دير امك في البان، وغادي يجي ايمن ونتفقوا على هذاك، وغادي نديرو حنا نديرو لي زواكس الخيوطه ديالنا، يدخلوا لتمايا ويجيبوا لنا الخبار. اللي دخل دير مول هذاك الروم كتباني القحبه تاع تما بيريود. انسى تقول لي هذه الهمجيه وخصك تطور الفكر ديالك. هذا تطور الفكر وداك الشيء هو اللي وصلنا لهذا الماصل هذا، تولينا حنا مريحين الروم اللي كنا كنريحوا فيها، ولا داوها شي ناس اخرين، ولا حنا ندخلوا حشمانين. سيروا دخلوا الروم شوفوا كيفاش دوك الناس اللي كانوا كي 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 كيتمسكنوا البارح وداك الشيء، سيروا طلعوا لوساج دابا، سير هضر مع لوساج، سير هضر مع الغادانفار، سير هضر مع فولتير، سير قول لهم شي كلمه. والله ما تقدر تهضر معاه ولا شيء، تيقول لك شتي قاعد داك الشيء كله ديال المو. حنا جايين بغينا نصفي واحد الحساب قديم، داك الشيء علاش خدينا هذا الروم، تصفيه الحسابات. اسمح لي راه ديما كاين لا ديمقراطيه لا قلاوي. الديمقراطيه كيديروها الزوامل بحالنا، هما اللي كيديروا الديمقراطيه. اما الرجال بحالهم كيطيروا ديال مع الغرفه وكيبداو يلعبوا كيف ما بغاو. واش خصني يضرني راسي؟ شويه غيضرني راسي. دابا كيفاش غنديروا لهاد القلاوي هذا؟ بصراحه كيفاش غادي نتصرفوا في هاد؟ واش هاد الشيء اللي نايض عليه الصداع ايمن مسلم مسلم الخوت حتى ماشي على ايمن ولا هادي حسابات خاصها تصفى. انا وريتكم زكي بقى فيا الحال، درتو ليا مصيبه، ولا زكي العالم كله كيعرفوا بيا اللي وقت ما دار شي مداخله كيهضر فيها على الزق ديال. وعاد دخلت عنده البارح باقي كينضوت ليا ولد القحبه، انت زكك العالم كله تفرج وكتهضر ديال امك نتاع الاخلاق، العالم كله كتفرج في زكك، وانت دابا كتعاود لينا على الاخلاق. بنادم مريح كيعاود لك على الاخلاق وبغى يقاد الغرفه هو زكو معمر بيه. تات الله، واش واش نتوما شعب ديال امكم مريض؟ واش بنادم الله ورزقكم؟ اشنا هو الحاجه اللي غتدفع واحد الانسان يورزقكم في الماء؟ وات ذا فاك از Is it nice and round? واش زوين وداك الشيء؟ علاش غادي توريني اسكوك؟ علاش ما كتقراش شنو كنكتب انا؟ انا ما كنقراش، ما كنقدرش نقرا ونهضر، ما كنقدرش ندغري مسكه ونمشي. خصني الا بديت كندغري مسكه خصني نوقف حتى ندغري مسكه، ما كنقدرش ندير هاد الحوايج بجوج. الناس بزاف عندهم الطاقه، انا ما عنديش، ماشي عندي شي حاجه ضد القناصتي. اوكي الروم اللي عندي راه اي واحد دخل لهذاك الروم راه ولا عدو ديال بيالليخ، ونحصل دير امك غندير عليك شي تسجيل. اي واحد دخل لهذاك الروم وريح فيها اكثر من 3 مينوت اذا راه ولد القحبه لا يؤتمن. واللي هضر معايا نحرش عليه اختلاقا، تغسل دير امك. كتب لي لاقي طب حيلا هزا شي دري في دارها محمله في دارها حدا واحد سطل ديال الماء كتسيق في الدروج ومخاسمه معاه. اي كنضحكوا. هذاك الشيء ما كيهمناش الاخوان، حلوا الغرفه ما حلوش الغرفه، المهم طرنا على الغرفه ديالنا قبل ما يطروا عليهم بجوج. عندك ثاني يدوا لكم هذه الغرفه ثاني وتجيو تشكاو. انا راه حواوني وحواوك المره الاولى وتزيد ثاني يدوا لك يحواوك ثاني، وراه المشكل ديالك انت. الى حواوك المره الاولى المشكل ديالهم، ولكن الى حواوك المره الثانيه راه المشكل ديالك انت.
فريدهم ديال لي اختا تا تا ها انا وانا كنقلب عليك. لا مرحبا بكم الاخوة، سمعوا البيان ليخ، سمعوا البيان ليخ، نساو ديك الديمقراطية وداك القلاوي وداك الشيء، سواء ما كتعاملوش مع الناس راه كتعاملوا مع شعب حمار. هذه ما كنت نقول لكم شعب حمار، وما عمركم بغيت تقولوا تخينا راه واقيلا عنده الحق. اجي نشوفوا هذه القضية ديال شعب حمار، اجي نشوف كيفاش كيتصرفوا المغاربة، غنشوفوهم كيفاش كيكون شي واحد مخاسم اش كيوقع، علاش كيتخاسموا، شنو هما المواضيع اللي كتخليهم يتخاراو مخاسمين. شوفوا الشعب حمار، الشعب ديال مو حمار، هذا هو الشعب ديالنا. ماشي نسبوا الاسلام، ماشي انا ولات مدام تو يا خاله شبتها، يخلي ديال مو انا يدير القرون على ظهري انا، يضحك عليا انا ويصدق هو حال الروم، رغم كاع داكشي اللي كنغوتو ديما، كلشي كيغوت، تيقول لكم اود الدير بزاف ديال كلشي تيغوت، تيقول لك اود الدير كاينين شي عناصر راه ولاد القحاب، عناصر ولاد القحاب، الهم ديالهم الواحد هو هاد البالطو. عرفتي الناس شحال ديال الوقت كيضيعوا، شحال ديال لانفيستيسمون ديال الوقت والتليفونات، ويقلب يدخل هنا ويدير انفيت وشحالو كيخربق. الشعب ديال مومري الله يلا عييت بالله، الله يلا عييت شحال وانا كنريفريني ما نهضرش في هذا الموضوع ملي بديتو من الاول، والله كنجي كندخل كنسمت نقول هادو علاش غادي ندخل انا. دخلنا النهار الاول لقيناه وكي غادي نفرقوا الغرفه، تنقول له مودي كيفاش غادي تقسموا الغرفه، كيفاش ودفق عندك مشكل مع واحد علاش الغرفه غنقسموا، ولا عندك مع واحد اخر نزيدو نقسموا على ثلاثه، وزيد ثاني واحد اخر تعاد ثاني نقسموا على اربعه، وهذه هي لا لوجيك. وقت ما عندك شي مشكل شنو هو الحل، قسم الروم باش هو يبقى على خاطره، ماشي اجي ندخل القحبه تاع تمر للروم البان باش يبقى الروم مهني من دين مو. هذا هو اللي كدير، كتلقى شي بارازيت كتشد دين مو كتدخلو الكاش، كتسد على دين مو فداك القفز، ما عمرو كيبقى يدخل، بغى يعاود يدخل يمشي خصو يشري شي تليفون خور ولا لابتا خور ويدخل، تحصل دين مو كديرو في البان، نشوفو شكون اللي كيعيا، واش الفار ولا الغار. ايوا حنا وصلنا داكشي كاع اللي كنا كنقول لكم، اودي نتوما كتريحوا وفولتير ودرياف، وخصنا نعطيو ادمين، وخصنا ياك عاد السيمانه هادي فولتير دري ما بقاش دريف دابا، ياك عاد كان السيمانه هادي كنتو فولتير زوين ودار العطاء ديالو مزيان وعطانا واحد شهر، واو القحبه كيتسنى تسنى، سمع سمع عود القحبه سمع، راه عرف دير امك كتسمع وانت ما يمكنش تمشي مع صور القحبه، وفعلا حققتي الهدف ديالك. ولكن انا باقي راجل على دين امك، ما ضحكتيش عليا حيت عرفتك اول القحبه، كنعرف دين امك وكنشم الريحه ديالكم، ماشي غير انت واحد العادات ديال ولاد القحاب، عادات كبيره ديال ولاد القحاب كاينين في هذا البلاط. ولكن معليش هذا ما كتعطيش الادمينيه، هذا كيكون في البان كاع ما كتعتبر دين امو. انا ما كنفهمش انا هاد العقليه ديال هذا بنادم جا هددنا قال لك 48 ساعه ودير تسجيلات ودير لهم واحد تحيه العالم المغربي النشيد الوطني، ودير لهم اربعه اكسل سيزار، هادو بغيت شويه منين جا ماشي قالوا ليه انت ود القحبه، ولا كنتي ود القحبه والبارح ما غاديش تجي تعتذر، ما غاديش تغير لك البيرسوناليتي ديالك، راه ديما غادي تبقى ود القحبه، اجي نحطوا القحبه تاع تمك في البان، ومعمرنا غادي نخرجوا القحبه تاع تمك من البان. هذا هو الفكر، هذا هو السليم، هذه هي الديمقراطيه، هذه هي العداله، هذه هي الرحمه، هذه هي الرأفه، هذه هي العطف، هذا هو الاخوه، هذا هو المحبه، هذا هو كل شيء. كيدير معك شي فوت مقوده كندخل دين مول البال هنا، هذا هو الرب ديال الاخلاق.